والنصوص الشرعية الأصل فيها أن لها مفهوما، والمفهوم له اعتباره واعتداده في الأحكام الشرعية. فإذا قلنا يفهم من النص كذا فإن هذا المفهوم معتد به، فقوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة في كل 40 شاة شاة، فهم من ذلك أن الغنم التي ليست سائمة وهي المألوفة ليس فيها زكاة. هذا هو المفهوم، وهذا هو الأصل أن المفهوم يعتد به ويعتبر، لكن قد تأتي موانع تمنع الأخذ بهذا المفهوم. ذكر الأصوليون منها 8، لكن الذي عليه الأدلة أو ما جاء في النصوص الشرعية حسب علمي 4. إذا كان النص قد جاء لبيان الواقع فلا مفهوم له، فقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يفهم من ذلك أنه يجوز أن تكره الأمة على الزنا إذا لم ترد تحصنا، هيؤخذ بهذا المفهوم؟ لا يؤخذ به. لما؟ لأن الآية جاءت في بيان حالة واقعة، وهو أن عبد الله بن أبي كان يكره أمتين له على الزنا. وكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يفهم منه أنه يجوز أن يؤكل الربا من غير أن تكون هناك مضاعفة؟ الجواب لا، لأنه جاء لبيان واقع الكفار. الاعتبار الثاني الامتنان، إذا جاء النص في سياق الامتنان فلا مفهوم له، فقوله تعالى ومن كل تأكلون لحما طريا، اللحم المقدد الذي يؤخذ من البحر فيجوز أكله، يفهم من كلمة طري أن المقدد ليس داخلا في الحكم وأنه لا يجوز أكله، لكن هذا المفهوم غير معتبر. لما؟ لأن ذكر اللحم الطري من باب الامتنان لأنه هو الأفضل. الثالث إذا جاء النص للغالب فلا مفهوم له، فقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، مطلع الآية حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة بنت الزوجة فلا يجوز الزواج بها، بنت الزوجة من غيره فلا يجوز أن يتزوجها، لكن هنا ذكر في حجوركم، أيفهم منه أن الربيبة التي ليست في شجر وتربية زوج الأم يجوز لزوج الأم أن يتزوج بها؟ الجواب لا يجوز، لكن النص جاء لبيان الغالب، وأن الغالب أن البنت تكون مع أمها عند زوج أمها. الرابع إذا جاء النص للتوكيد والحث، كقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. الزوجة التي ليست مسلمة كالكتابية واليهودية والنصرانية فيجوز لها أن تكتم ما في رحمها؟ الجواب لا، لكن ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر من باب الحث والحظ.